زي ما حضرتك قلت احنا الحقيقه بنحاول ندير منظومه هائله الحجم الحقيقه، نعم، وبتزداد يعني يوم ورا يوم، نعم، في وسط جائحه كورونا وفي وسط مشاكل موروثه، وبنحاول نعمل تطوير في نفس الوقت، نعم، في جميع السنوات الحقيقه الابتدائي والثانوي. واستغربي حضرتك النهارده يعني وقعت اخر ورقه خاصه بتظلمات الثانويه العامه اللي بدات في مايو الامتحانات التجريبيه النهارده، يعني الوزاره ما بتاخدش نفسها يعني خالص. النهارده ماضيين التظلمات ونبدا عن دراسي جديد. فالامور على مستوى 60,000 مدرسه اللي فيهم هذه الملايين يعني بصوره عامه ماشيه بشكل مرضي جدا، وفي مجهود جميل على الارض في مدارس لا تعد ولا تحصى، وفي بعض المشاكل طبعا رصدناها في بعض النقط خاصه ببعض يعني مشاكل اداريه او قرارات خاطئه من مدير مدرسه او بتاع، كان متوقع في وسط هذا العدد الكبير. بنتعامل معها في الحال، في بعض النقط يعني بعض اولياء الامور الحقيقه بيتكتلوا كالعاده قدام المدرسه ويستنوا ولادهم ويحاولوا يدخلوهم، دي كلها بعض السلوكيات اللي بتعمل مشاكل. انما مع مرور الاول 3-4 ايام كل ده هيستقر بالشكل العام، مرضي جدا ان شاء الله يعني. نعم سيادة الوزير، ممكن اطلب من حضرتك طلب، وانا عارفه ان الطلب اللي انا هطلبه ده مش هيرضي اولياء امور كتير،